Thank you.
28 كيلومتر من البحر الأحمر. تتميز البتراء بطبيعة معمارها المنحوت في الصخر الوردي اللي يحتوي على مزيج من الفنون المعمارية القديمة اللي تنتمي إلى حضارات متنوعة، وهي عبارة عن مدينة كاملة منحوتة في الصخر. سموها المدينة الوردية نسبة إلى لون الصخور اللي شكلت بنائها الفريد. ظل موقع البتراء غير مكتشف في الغرب طول الفترة العثمانية، لأن عاد اكتشافها المستشرق السويسري يوهان لودفيك بيركهارت في سنة 1812 ميلادي. عشان شي أطلقوا وايد علماء ومستشرقين على البتراء اسم المدينة الضائعة، لأنهم تأخروا باستكشافها. عشان نوصل لهالمدينة لازم نمر عبر شق صخري هائل يوصل ارتفاع جوازه في بعض الأماكن إلى 80 متر، وأرضية من الحصى تمتد نحو 1200 متر لازم الزائر يقطعها مشي على الأقدام. أضيفت مدينة البتراء على لائحة التراث العالمي التابعة لليونسكو في عام 1985 ميلادي، عشان تكون بداية الانطلاق نحو العالمية، لتتوج لاحقا كواحدة من عجائب القرية السبع الجديدة في سنة 2007 ميلادي. نظرا لمكانة وتميز مدينة البتراء بوايد من المعالم الفريدة، استوت الوجهة السياحية حق وايد من المشاهير، وتعتبر البتراء اليوم رمز الأردن الأول. Oh, sebeke! Java!
ثمانية ثمانية.